أصدقائي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو الجديد إن شاء الله أحببت أن أشارككم واحدة من الطرق الكثيرة والبسيطة جدا للاستفادة من المصابيح المعطلة أو المصابيح المحترقة إن صح التعبير، بدل التخلص منها في القمامة. ففرجة ممتعة. بداية، نحن بحاجة إلى بعض المصابيح القديمة والمعطلة، ثم باستعمال مطرقة سوف نحاول إزالة هذه المنطقة العازلة من المصباح. بهذا الشكل كما ترون، نعيد تكرار العملية مع باقي المصابيح. ثم نحن بحاجة إلى بعض مصابيح الليد بعدد المصابيح. بالنسبة لي شخصيا سوف أختار اللون الأبيض، ويمكنك اختيار أي لون يناسبك. يمكنك إيجاد هذه المصابيح في الكثير من الأشياء، بدءا من ألعاب الأطفال إلى الولاعات، والقائمة طويلة جدا. نقوم بتركيب هذه المصابيح مع أسلاك كهربائية، بحيث كل سلك للمصباح مع سلك كهربائي، والقطب الموجب دائما ما يتواجد مع المجس الصغير، أما جهة المجس الكبير داخل المصباح هي السلك السالب. ولا تنسوا تغليف هذه المصابيح بالشريط اللاصق من أجل حمايتها بهذا الشكل. الخطوة الموالية، نقوم بوضع كل واحد من هذه المصابيح داخل المصباح المحترق، ونقوم بملء الغراء هنا بهذا الشكل كما ترون. ثم نحن بحاجة إلى ريموت كنترول قديم، وما يهمنا فقط هو هذا الجزء المخصص للبطارية. نحن بحاجة إلى قطعة خشبية، نقوم بتقطيع فتحة هنا في الوسط بنفس حجم حامل البطاريات بهذا الشكل. نقوم بتثبيت القطعة في الوسط، ونقوم بوضع الغراء. ولا تنسوا تركيب 2 من الأسلاك مع حامل البطارية، مع إضافة زر تشغيل وإيقاف في أحد الأسلاك. بعد ذلك نحن بحاجة إلى سلك معدني أيا كان، سواء سلك نحاسي أو حديدي أو أيا يكن. سوف نحاول صنع حامل لهذه المصابيح باستعمال هذا السلك. وما يهمنا هو تثبيت هذه المصابيح في الهواء باستعمال السلك بشكل غير منظم كما ترون، يعني بالشكل الذي ترغبون به. نقوم بدمج الأسلاك السالبة مع بعضها البعض، والموجبة أيضا في الجهة الأخرى. نقوم بتركيبها مع أسلاك حامل البطارية. بطبيعة الحال لا تنسوا تركيب القاطعة للتحكم في المصابيح، ولا تنسوا وضع الشريط اللاصق. نغطي أيضا حامل البطارية، وأخيرا نقوم بوضع المصابيح هنا، ونقوم بإدخال كل الأسلاك في الأسفل. ثم نحن بحاجة إلى كمية سواء من الإسمنت الأبيض أو من الجبس على حسب رغبتك. نقوم بخلطه باستعمال الماء. بعد ذلك سوف نشرع بصناعة قالب باستعمال الإسمنت. صراحة أنا أحتاج إلى قفازات لكنني لا أملكها، سوف أستعمل اليد فقط. ولا تنسوا تثبيت هذا الزر داخل الإسمنت. بعدما جف الإسمنت جيدا، نمر الآن إلى مرحلة الطلاء باستعمال اللون البني أو أي لون يناسبك.